عزيزي المشاهد، خذ لحظة من وقتك واضغط على زر سبسكرايب ثم زر الجرس لتتوصل بجديد فيديوهات القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم عشاق الألعاب ألعاب الأندرويد، في حلقة وحصة جديدة سنتعرف من خلالها على لعبة مجانية شبيهة طبيعة الحال للعبة GTA، وهذه اللعبة طبيعة الحال اسمها Vegas Crime Simulator. يعني كما تلاحظون أنه يعني صور يعني تحفيزية للعبة، والتي يعني تشعرك يعني بالحماسة لتحميلها، والجميل على أنها مجانية عبر متجر الجوجل بلاي. فانطباعات جيدة يعني تجاه هذه اللعبة، يعني حسب ردود الفعل المتواجدة في التعليق سنقوم بالدخول إليها بشكل مباشر. كما تشاهدون إخوانا الكرام، هذه السيارة يعني سرقتها أكيد، وأتجول بها يعني كيفما أحببت يعني في المدينة. يمكنني أن أسرق يعني أي شيء، يمكنني أن أقوم بالخروج من السيارة على سبيل المثال، ثم يمكنني أن أقوم مثلا بالتوجه إلى هذا الشرطي لأبلغه سلام والدتي لأني سأذهب إلى السجن. المهم أنا معكم طبيعة الحال، يمكنني أن أقوم بالقفز، يمكنني أيضا أن أتجول في المدينة يعني كيفما أحببت وكيفما أردت. والجميل على أنها لعبة تشتغل بشكل جيد على الهواتف التي تتوفر على رام 2 جيجا بايت و 3 جيجا بايت. يعني هذا الشيء الذي أعجبني فيه هو أنه مجانية، أحببت أن أشارككم إياها، ومنتشرة بشكل كبير يعني في هذه الأيام الماضية، يعني خصوصا يعني يوم 28 و 29 جوية. يمكنني طبعا الحال أن أسوق هذه السيارة، لاحظوا يعني يمكنك طبعا الحال اللعب بها واكتشاف أشياء جديدة. لا إله إلا الله، انظروا إلى السيارة كيف حصل حالها. إذن أعزائي في كل مكان، أدعوك طبيعة الحال لاكتشاف هذه اللعبة بشكل خاص وشخصي، وتتبع طبيعة الحال الخريطة وأداء المهام، أو يعني هكذا يعني تقوم باكتشاف الأمكنة كما فعلت أنا الآن. وأضرب لكم طبيعة الحال موعد في قادم الحلقات وقادم الحصص. إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تنسى بتشريفي بالزر لايك 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 لايك، لأنه يشجعني ويحفزني على تقديم الأفضل مستقبلا. أما بالنسبة للذين يعني قاموا بالولوج إلى هذه القناة لأول مرة، أدعوكم طبيعة الحال لزيارة موادها داخل القناة، وتشريفنا أيضا بالزر سبسكرايب وزر الجرس لتتوصلوا بجديد الفيديوهات. إلى اللقاء أصدقائي.